فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل بعض طلاب العلم بقوله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، على أن الصلاة سبب للرزق، فهل ورد هذا وهل الاستدلال وجيه؟ ما في شك أن الصلاة سبب للرزق وسبب لكل خير، الطاعات سبب لكل خير، والصلاة هي أفضل الطاعات العملية، فهي سبب للرزق ما في شك. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هذا في الحج، في المشاعر يجوز الإنسان يبيع ويشتري، فطلب الرزق مطلوب ومرغب فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.